هنلعب مع بعضينا لعبة كلمة ونص. كلمة ونص يعني هسألك سؤال وترد عليا بكلمة ونص. ولكن أوكي. لأنك أنت مش أي أي ولا زي وساعد بسرق وانت جاي لو على الحلاوة ملكش زي، فأنا يعني هعمل لك إكسبشن، صح؟ إكسبشن استثناء، وهخليك لو في حاجة حابب تشرحها تشرح. تمام أوكي يلا، بس إيه هنرد بصراحة. كلمة ونص بالظبط. وتعالى بص بنا يستر. تفضل يا حبيبي، قول لي الدور اللي انت ندمت انك عملته. فرقة بنات وبس، لما لبست واحدة الست، مع انه مش عارف مش موضوعي يعني، بس مش والله عارف. العظيم ده الفيلم ده انا بضحك فيه. ما انا فاهم ضحك. ده كان جميل جدا، بس مش عارف يعني، مش عارف، ما اعرفش، ما بحبش كده. لا ده فيلم حلو جدا. طب يعني ماشي، بس يعني مش فاهم وجهة نظرك، بس هو ده فيلم حلو ونجح والناس كلها حبته. ماشي بس تمام، احيي صراحه. انا كنت مزه فيه بس جدا. يعني غريبه برضو، يعني حسيت بحاجات عجيبه و... عشان تحسوا بينا. حس بيا، حس بيك ربنا. حس بيك ربنا. يعني شعور الولد، انا نفسي احس شعور الولد. نفسي اصحى كده اخد دش، ما احطش مكياج، ما اعملش حاجه، البس تيشيرت وبنطلون وانزل. فعلا ده احساس جميل جدا جدا، لان انا وقتها كنت بركب رموش واعمل حواجب واعمل مش... قلت لهم يا جماعه ده ليه كده، ما انا حلوه اهو، يعني ايه الفكره يعني؟ يعني عشان نعجب. ما احنا لو ما عملناش كده مش هنعجب. انتوا في الحالتين مش هتعجب. انتوا دي اكيد موجهه ليا انا. انتوا